عليه الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إن Thank you.
تفضل شيخي. أتي يا ابني احكي لي شوفي. أنا راح نستنى لتصير الساعة 3 ويصير خير إن شاء الله. تفضل شيخي. توكلنا على الله. لمين هالغرفة؟ هاي غرفة ابن شيخي، كل يوم الساعة 3 يقوم يصلي الفجر ويقرأ قرآن بيه. هاي صوت الملائكة عم تبكي على الولد المرضي. وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد بننزله على القناة. بنحبكم.